السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خطنا المغاربة بن بودوح محمد، مدينة الخميسات. تحية نضالية للمناضلين والمناضلات. عاش الشعب المغربي، عاش الأحرار، عاش الناس اللي كيحبوا الوطن، عاش الناس. تحية نضالية للناس اللي كيغروا على البلاد وتيحبوا البلاد وتيقولوا الحقيقة وتيفرشوا الشفارة وتيفضحوا المفسدين. تحية نضالية للناس اللي كيفضحوا الفساد والمفسدين. عيش نهار تسمع اخبار على التعليم، تجنيد اجباري، زادوا لكم التعليم، المقررات ديال الدراري الصغار فاش يقراو. يا خوتنا المغاربه، فيقوا فيقوا يا شعب المغربي، فيقوا عيق، فيقوا عيق يا شعب المغربي. راه الناس اللي حاكميننا معذبيننا، الناس حتى واحد ما حكم. اللي بغى في المسؤولين شي حاجه كيديرها كيديريها. الناس اللي حاكميننا ما تخافوش من الله. تحيه نضاليه اخويا محمد، تحيه نضاليه يا خويا عبد الاله. كنشكر جميع المغاربة. أشنو هاد الشي اللي وقع في المغرب؟ بغينا القضاء مستقل، بغينا الاستقلال للمغرب. تا شي حاجة ما مستقلة. بغينا الاستقلال للسبيطارات، المستشفيات. بغينا الاستقلال المغرب، بغينا استقلالية القضاء، بغينا قضاء نزيه، بغينا المحاسبة الشفارة اللي سرقوا الثروات المغرب. هذا الشيء اللي كنوجه لكم يا اخوتي المغاربة، والتحية نضالية للشعب المغربي. وما عمر غادي ننسى الناس اللي مع الملك اللي قتلوا با. هذه هي الرسالة اللي كنوجه لكم. تحية نضالية أخويا محمد، كنحبكم بزاف وكنحب المغرب. طرش راسك ما تضربنيش على الكعادة، فيني في الحساب إخوان. إيه أنا وعمال خير أخو هنيا لاباس الحمد لله. خلينا تبدا لنا الحساب هنا. إيش طماطيشة؟ هذا القسم. هاي التكس التكس هذا ميا سوا سلاحي يجوك نور بالسمن بالزبن. هاي الزبن السمنين من الغزل من السمنة توقان قوين هرتك هرتك وزير هشي من السمن وزير ويسن السين ماذا بو فلوس بو فلوس هم بيوز قلت مميري خون تسير خينا نمزي بردك اني اثنين سيدا المراس من جمعات جيدين الدس خفيف الطعام ان شاء الله داس وقانا خي الترن الجم درهم العدس استاختي دا وخلا فكار خيلوا هو لنسا وصوبي خاصة درهم ديال العدس درهم العدس ما درهم العدس ايه لجا في الارض كذا كذا مالك في اللجا ايوا يعني لو تفرجت عليه ثمانية ثلاثة تغيسين هيا لا انا كنت خرج الفيديو لك تسلم كل ميتين زوز والله ثلاثين 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 درهم الشعرية شو الداخل يسمي داعي سلم
سبحان الله بس مدسقون. شل الكمون يخلص مصلحات هذا ولنا والتيويز ولنا عظيم. هي غريبة ها 50 ها 70 ها 170 سمحوا لي يا أخوتي المغاربة، كنت بخير، كنت عندي قهوة، درت قهوة، تزوجت، درت ولادي، عوال باش نعيش من ديك القهوة، لأن فيها الفلوس. خسرت في القهوة 14 مليون، مني بغاو دوك الناس يخرجوني، صيفطوا لي العصابة شافوني خدام، هاديك القهوة كانت مهمشة ما خداماش، مني شافوني خدام وحسدوني، المسؤولين الشفارة حسدوني بغاو يخرجوني من ديك القهوة، صيفطوا لي العصابة، ما بغيتش نخرج، قلت لهم قتلوني، أنا كنخاف من الله. كنخاف لا من الملك ولا البوليس ولا الوكيل ولا حتى حاجه، خاف من الله اللي خلقني، هو اللي دار ليا امتى غنموت. قلت لهم قتلوني ما خارج، صيفطوا لي اصحاب الضريبه بغاو يبيعوا لي الدوزان السلعه لي ديالي، ما خرجتش، داقيت معاهم ما لقاو ما يديروا، مشاو حبسوا لي الرخصه في المجلس البلدي ديال تفلت برقيه وعرشان، كيتنوع البلديه اش يديروا، مشاو حبسوا لي الرخصه. واحد النهار مع الصبح جيت نخرج الكراسه، جا عندي القايد والكوميسير قال لك ما تخرجش الكراسه، علاش؟ قال لك الرخصه تحبست لك. علاش تحبست ليا؟ كان بيع الحشيش شي حاجه بيريمي تتباع الشراب، كان خدم على ولادي. كيفاش انا 10 سنين وانا خدام في الاخر فاش بغيت تسدني تحيدت الرخصه؟ علاش ما خلصتش الضريبه كتسالي ليا شي حاجه؟ قال لك شوف راه قالوا لي لي راه معكس، راه ما يبغيش يسد القهوه، قال لك الا ما بغاش يسد ديروا ليه محضر وديروا ليه سب العلويين وسب الملك باش تصيفطوه للحبس. ملي كنشوف الكوميسير والقايد كيتهموني بان كنسب الملك تنشوف تعيت وانا نسديت. قال لك سد وبقى، قال لك في الكراسه بقى في القهوه، قال لك لان الدوزان ديالك وسير، قال لك شكي فين ما مشيت نشكي تيسبقوني، فين ما مشيت نشكي تنلقى المشكل، فين ما مشيت نحط الشكايه تيقول لك لا ما نقبلوش الشكايه منك. علاش؟ قال لك هذا السيد اللي كتحط ضده الشكايه رئيس الجهه وفي القصر الملكي ومجوج المربيه اللي ربات الملك. فين ما مشيت انا وبا نشكيو تيقولوا لي ما نشدوش منك الشكايه. قال لك الحق ديالك ولا اني ما عندنا ما نديرو لك. هذا الشيء اللي كتب عليك الله. اش داك هذاك في القصر تكري منه؟ ولا تخدم عنده؟ علاش؟ مشحال من واحد سردو، مشحال من واحد داو ليه بلادو، مشحال من واحد بالوراق والملكيه ديالو داو ليه البقعه ديالو، 15 هكتار، 144 بقعه، 60 بقعه، الميزانيات، الاراضي، البلاد ديال الدومين ديال المخزن كيزوروها ويردوها ديالهم. قال لك كاع هادشي وانت جيتي تغلبهم، سير بحالك. منين مسكين الوالد تيقولوا لي هاكو وما بغاش وطاح فيه السكر مرض، على حقاش الوالد ديالي كاين 18 عام في الصحراء و 22 عام بوليزاريو. مني مسكين دارو لي، مني مسكين قالوا لي هكاك، قال لك ولدي شوف البوليزاريو 22 سنه في الحبس وما داروا ليش هذا الشيء اللي طرا ليا في المغرب ديالي. قال لك الحكاره المسؤولين فين غادي تشكي؟ فين غادي تشكي؟ كلشي شفار، فين غادي تشكي يا اخي المغربي؟ يطرى لك شي مشكل لا يستركم، لا يستركم من المشاكل،
سير للمحكمة تشوف بنادم تيقتل بنادم، بنادم تيزرق بنادم، بنادم تيعذب بنادم، بنادم تيغتصب بنادم، وتيمشي للمحكمة لا حق لا قانون. شكون اللي كيشد الحق ديالو سوى اللي عنده الفلوس؟ ولا عندك شي واحد من العائلة ديالك في القصر ولا برلماني غادي تشد حقك؟ ما كاين في المغرب لا حقوق ولا والو. الظلم، الظلم والحقرة هي في المغرب. لحقاش هادشي اللي كنعاود لكم؟ انا جربت، وانا جربت خمسة السنوات وانا قدام البرلمان. وعباد الله، وعباد الله، الناس اللي كيستافدوا من لاغريمات ديال الدوله، وكيستافدوا من وجالس في الدار وتجي الماندا وتكتبوا في التعليقات وتيسبونا حنا المظلومين. يا عباد الله، الراجل في الصحراء 40 عام مدفون في الصحراء، 40 عام با مفروق مع ولادو، ما قرانا، ما ربانا، ما جلس معانا، ما شبع الجلاس معانا. 18 عام في الصحراء في الخطوط الأمامية ديال الحرب، جاجة في 69 وتشد في البوليزاريو في 79 وطلق السراح ديالو في 2000. شوف شحال ديال العذاب. شوف يا أخي المغربي اللي كتنتقدني، شوف شحال ديال العذاب دوز هاد الرجل. تشد في 69، تجاجة في 69 وتشد في البوليزارية في 79 وطلق السراح ديالو في 2000. 40 سنة ديال العذاب والتكرفيس، ومفروق مع مراته، ومفروق مع ولاده، عائلته، أهله، الحياة اللي أعطاه الله مشات ضاعت. وفي آخر ما تف فاش التحق بالوطن ديالو باش يتهلاو فيه ويعيش مكرم وعزاز، ويعطيه داكشي اللي بغا البنك يعطيوها ليه، داكشي اللي حل عليه فمو يعطيوها ليه. وعباد الله، الله أكبر، عباد الله. وعاد كندير ليه اللافتة، كندير ليه اللافتة في صدرو، كندير ليه اللافتة بحال هكا، وكنديه قدام البرلمان. 22 عام بوليزاريو يا عباد الله، 86 عام في عمرو، كنديه قدام البرلمان. قال لك باش يشوفوه يعطيو رزقو. علاش كنديه باللافتة قدام البرلمان؟ مكتوب فيها استنجد بك يا مولاي، باش زعما المسؤولين يشوفوا استنجد بك يا مولاي، يحترموا هاد السميه ديال مولاي. ملي كنديه قدام البرلمان لا حتى لا شيء، لا حق لا قانون. سير عاود راسك. قال لك احتج، نبح، قال لك فحال الكلب. علاش مشينا قدام البرلمان ودرت ليه اللافته؟ لان تسدوا كاع البيبان، ما خلينا المحكمة، ما خلينا العمالة، ما خلينا الديوان المظالم، ما خلينا القصر الملكي، خلينا الداخلية، ما خلينا الجهة، ما خلينا وزارة العدل والحريات، ما خلينا البيبان اللي دقينا، اللي مشينا عنده كيقول لك هاد السيد اللي كتحط الشكاية ضده رئيس الجهة وفي القصر الملكي ومزوج المربية اللي ربات الملك. شوفوا الظلم، شوفوا الظلم عباد الله اللي صانع علينا الملك. الملك عباد الله الظلم. جند الناس، تجنيد إجباري، تجنيد حقيقي ماشي إجباري. جند العصابة في القصر كيديو رزق عباد الله. العصابة في القصر، العصابة مع الملك، الشف العصابة هو الملك. شد واحد العصابة خطيرة، متحكمين في العمال، في القياد، البشوات، المحكمات، الشركات ديال الحليب، راكم متسبونا وقالونا القطيع بلا ما نقول لكم، راكم شي عارفينو. شدوا كوشي، شدوه المقدمين، البوليس، المخزنية، العسكر، كوشي شدينو العصابة. فين ما مشى الفقير كيتقمع، فين ما مشيتي تتقمع. مشيتي المحكمة والو، لا حق لا قانون. مشيتي تحتج دير شي شكاية ما يقبلوهاش منك، مشيتي تحتج سيفطوا لك السيمي بالعصا والزروطة، دير المظاهرة زعزعات الاستقرار للمغرب، باغي يدير الفتنة في المغرب ويديوك للحبس 20 سنة. اشنو هو دابا الحل؟ دابا انا اللي كنهضر معكم، اشنو هو الحل ديالي؟ اشنو دابا هما دابا النظريه ديالكم يا اخوتي المغاربه اللي فيهم الروح المغربيه؟ النظريه ديالكم انا اللي مشى ليا رزقي وتقتل با قدامي
وطلعت للريزو دوزت فيه 20 يوم ما بين ليل ونهار ملي تسدوا كاع البيبان قدامي اش ندير قال لك باغي نحتج فوق الريزو نعتصم 20 يوم ما بين ليل ونهار وانا فوق الريزو تنخرج للطواليت في الميكا وكنبول في القرعه والداخليه والصحافه والهيله لا تحت الريزو 20 يوم حدا العش ديال البرارج في مدينه تيفلت. اشنو هو النظريه ديالكم دابا يا انا اللي كنقول لكم بان الملك محمد السادس هو السبب ديال هذا الشيء اللي تيوقع في المغرب تيدير حتى كيديرها وكيهرب كيخرج لبرا وكيخلي الشعب كيدابز وكياكل العصا. دابا النظريه ديالكم انا شنو يديوني للحبس الا كان الحق والقانون شكون وصلني انا لهذا الفيسبوك الا بغيتو تحاسبوا معايا وتديوني للمحكمه ديو دوك الناس اللي وصلوني لهاد الحاله. درت المشروع باش نخدم على ولادي الدوليه مشيتي تخدم لا شركه لا والو مشيتي دير شي مشروع كيسدوه لك مشيتي تخرج تفرش برا كيجيو القايد والمخازنيه كيديو لك السلعه مشيتي تحتج تطلب الخدمه انفصالي كيدير كيبلبل المغرب باغي كتمولوا البوليزاريو كتمولوا الجزائر هما عارفين اش يديروا في القرارات وهما اللي كيديو لنا رزقنا وكيعتقلونا وعقتلوا البا وعتقلوا الناس اللي في الحسيمه شكون كيمولهم. يلا الله عقل كل مركز لقيو غدا يلا هادوك الناس انا كنتسائل عباد الله يا الناس اللي كينتقدونا وتيسبوا الناس ديال الريافه وكيسبوا المغاربه السؤال ديالي الملك ياك مالك ياك الملك ديالنا كنحبوه امير المؤمنين علاش مشد السن المشاريع وما داروش تسرقوا والناس ناضوا كيحتجوا باش توصل الرساله للملك المشاريع اللي دشنتي راه ما داروش ناض كيشكر المخزن وهادوك اللي كيفضحوا الشفاره 20 سنه والشفاره زلزال سياسي لحقاش اصابه خطيره لحقاش المحكمات والحبوسه والقانون كيطبق على الفقير علاش دابا انا ملي كيهددوني كيقول لك بانك تسب الملك كتقول ملك الشفاره امير الظالمين علاش باغي يوديوني للحبس كون كانت دوله الحق والقانون ويكون امير المؤمنين نيت ويكون مالك نيت محمد السادس مالك ويكون ما تيخاف حتى من شي واحد الى الله سبحانه وتعالى غيكونوا يخافوا من الشفاره غادي يجيو عندي انا شكون وصلني للفيسبوك شكون دا ليا رزقي شكون قتل با شكون تعدى على هاد السيد هما غيتحاسبوا هما الاولين ولاني هما ما يقيسوهمش هما غيجيو عند الفقير غيسولو فين خدام باك اش كيدير باك العائله ديالك ما عندك حتى واحد في الرباط اللي غادي ينوب عليك ولا غادي اللي غادي يحميك غداوك الحبس. هذه هي الرساله اللي كنوجه لكم يا خوتي المغاربه. المغرب مشى بحالو المغرب مشى المغرب حاكمين العصابه دخلنا عليكم بالله سانترا ما بغيناش نشريوها الوزراء يا عباد الله اللي انتخبنا عليهم تيسبونا والملك تيسمع فيهم شعبي العزيز غا في التلفزه سبونا عيرونا دابا كون حنا كنسبو واحد ولا نعيروه استدعاء المحكمه تلفيق التهمه ادخل يلا اش ندار لكم حنا ساهلين حنا ضحيه ولكن السؤال ديالي الاخير المسؤولين باغي تحاربوا الاحتجاجات باغي الفوضى ما تكونش
أعطيوا الحقوق لعباد الله. أي احتجاج قدام البرلمان، أي احتجاج قدام البرلمان سيروا عندهم. اش كطلبوا؟ ماشي صيفط لهم المخزن والزرواطة والعصا. المكفوفين عباد الله، المكفوفين تياكلوا العصا قدام البرلمان، المكفوفين تياكلوا العصا قدام البرلمان. مشيتي للمحكمة ما تشدش حقك، مشيتي تدعي ما تشدش حقك، درتي الشكاية ما تشدش حقك، مشيتي تشكي مشيتي لتحتج العصا، ودايرين لك في الدستور حرية التعبير، احتجاج حق مشروع، احتجاج حق مشروع ولا ينزل الزروطة. لأن نبح، لأن الشفرة ولفوا الفلوس. والله العظيم يا المغرب لا تقد، والله العظيم يا المغرب لا تقد.